مرحبا يا صغار المتعلمين، أهلا بكم في Learning Lab Online School. آمل أن تكونوا بخير وعافية. فاليوم سوف نتعلم عن الصوت باندا. باندا، جيد. وهناك لدينا كثير من الصور، فهيا نكتشف ما هي هذه الصور. يا أطفال، كل من هذه الصورة تبدأ من صوت. فهناك بيكوك، بوتيتو، باندا، باي، بنسل، بينك بينت. جيد، كل من هذه الكلمات تحتوي على صوت ب في أول كلمة. نعم، وهذه ستوري بوكسز لكم، فهيا نكتشف ما في هذه بوكسز. فاستمعوا. There is a pumpkin land near a purple valley. Pinky wants to go to Pumpkin house to play with her friend Pears. Will you help Pinky to find Pumpkin house? وهذه ورقة لكم لكتابة صوتنا، فهيا نكتب جميعا. فلنبدأ من النقطة الأولى، ثم نرسم خطا مستقيما إلى الأسفل، ثم نبدأ من النقطة الثانية ونرسم دائرة، فهذا هو صوتنا. جيد، وهيا نكتب مرة ثانية. نتم استخدام رسم صوتنا ب بخط مستقيم، ثم نرسم دائرة من فوق. جيد جدا يا أطفال، وهناك يمكن لكم مراجعة أصواتنا السابقة. فننظر، هناك smiling apple tree near pink and indigo house. جيد يا أطفال، وهناك لكم الأنشطة، كما أول نشاط هناك لديكم hand print pineapple، ونشاط آخر هي painting with pom poms. جيد، فقوموا بهذه الأنشطة وأزفها في ملفك. وهذه ورقة الأخيرة لكتابة صوتنا، فهيا نكتب مرة أخرى معا. فلنبدأ، فنبدأ من النقطة الأولى، ثم نرسم خطا مستقيما إلى الأسفل، ثم نبدأ من النقطة الثانية ونرسم دائرة. جيد جدا يا أطفال، وهناك pencil، فعليكم أن تلونوا هذا pencil. وهكذا نكتب في كل من هذه الخانة، فهيا نكتب. إذا خط مستقيما ثم دائرة على الفوق، وهذا سهل، خط مستقيما ثم حلقة على الفوق، خط مستقيما ثم حلقة. وفي كل من هذه الخانة نكتب.
يا عيد يا أطفال. شكرا لكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم.